يعني عايز اعمل حاجه كنت بصراحه نفسي اعملها قبل كده، بس كان عندي شويه التزامات كانت مخلياني ان انا ما اقدرش اعملها. وللاسف انا برضه يعني هعتذر لكل الالتزامات اللي جايه، لانه انا قررت ان انا في البرنامج بتاعك ده اني اعلن تضامني التام لماما بعد اصابتها بالسرطان. قام الفنان المصري خالد سليم بحلاقة شعره على الهواء مباشرة بشكل مفاجئ تضامنا مع والدته التي أصيبت بالسرطان خلال الفترة الماضية. ودخل الفنان المصري في نوبة من البكاء أثناء حديثه عن والدته المصابة بالسرطان خلال استضافته في برنامج كتاب الشهر. وكشف خالد سليم عن اكتشاف والدته لإصابتها بالسرطان رغم أنها كانت تتمتع بمناعة قوية. حرص الفنان خالد سليم على دعم والدته بعد إصابتها بمرض السرطان في الصدر خلال الأيام القليلة الماضية بواسطة ظهوره بوجه حزين في أثناء حديثه عن تفاصيل مرضها وشروره في حلاقة شعر رأسه على الهواء.